انضم إلينا من القاهرة دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية القيادي بحركة فتح. بعد تحية دكتور جهاد، كنا نتحدث حول صدمات أسبوع صعب بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ما بين المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أخيرا محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف الحرب على رفح الفلسطينية، ما بينهما طبعا تظاهرات ودول أوروبية حتى كانت بجانب إسرائيل أو منحازة لها قالت إنها سوف تمنع تصدير الأسلحة إلى الجانب الإسرائيلي. كيف تفسر ما يحدث في هذا المسار وأيضا التداعيات القادمة على الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني أولا بعد التحية حساني ولك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن إسرائيل الآن في حالة من التخبط، وخاصة حكومة نتنياهو بعد الصفعات التي تلقتها في الكثير من المناسبات، وهذا الأمر يدلل على أن هناك عدم قدرة على رسم خطة واضحة تستطيع من خلال هذه الحكومة الخروج من هذا النفق المظلم الذي أدخلته بها قوى التطرف واليمين الإسرائيلي بزعامة سومتريش وبن جفير، الذين فقط لا يرون إلا أنفسهم ويرون مصالحهم ويريدون تحقيق مطامحهم الخاصة المتعلقة بالمزيد من الاستيطان والمتعلقة إما بإبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره. كل ذلك أخذ على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو. لذلك عندما نتحدث عن العديد من الصفعات التي تلقتها هذه الحكومة كما تفضلتم بالتقرير الذي تم عرضه في بداية هذه الساعة، أعتقد بأن ما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو الذي كان منتظرا منذ فترة طويلة أن يتخذ المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مثل هذا القرار، وأن يتم عرض هذه التوصيات على الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حتى تعطي الموافقة وإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، هذا الأمر لم تكن تتوقعه دولة الاحتلال في لحظة من اللحظات، ولم يكن يتوقعه نتنياهو بأنه سيجر في لحظة ما أو سيستدعى أمام للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونحن نعلم بأن هذه الجرائم التي وجهت إلى نتنياهو هي بالأساس تشكل صفعة لدولة الاحتلال، باعتبار أن هذه الدولة التي ضللت العالم على مدار سنوات طوال بأنها الدولة التي تحافظ على حقوق الإنسان، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة، وهي الدولة ذات الجيش الأخلاقي، كل ذلك سقط هذا القناع عن وجهه، أصبح العالم يدرك حقيقة هذه الدولة ذات البعد العنصري، ذات سياسة الأبرتايد. نعم، وخاصة فيما يتعلق مثلا يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني التي وضعت أسس لهذه المؤسسات الدولية، أنت تعلم دكتور جهاد، لكن فيما يبدو أن المشرعين الأمريكيين يحقرون من عمل هذه المؤسسات. هل إذن هذه المؤسسات الدولية القانونية يعني أنشئت نتيجة لمصلحة معينة فقط الولايات المتحدة الأمريكية وليس لمصلحة الجميع؟ يعني إذا نظرنا إلى محكمة العدل الدولية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة داعمة، بل هي التي وضعت أسس محكمة العدل الدولية ودعمت وجودها، ولكن هذا كان يأتي في السياق أو في فترة زمنية معينة لخدمة المصالح التي تتحكم بها الدول الكبرى في المجتمع الدولي. ونحن نعلم بأن حتى ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تغييره أو إجراء أي تعديلات عليه دون موافقة كاملة من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن وصاحبة حق النقد الفيتو. لذلك عندما يتم الحديث عن المؤسسات الدولية المتعلقة سواء بالعدالة الجنائية وهي محكمة الجنايات الدولية، أو المتعلقة بمحكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية في إطار المنظومة الدولية وفي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كانت من أولى الدول المؤسسة والداعمة لهذه المحكمة. اليوم نجد بأن هناك محاولة اجتزاء وافتراء على هذه المحكمة من حيث الحديث عندما بدأت هذه المحكمة توجه سهامها أو توجه قراراتها على
دولة الاحتلال المتعلقة، وخاصة عندما اتخذت المحكمة مجموعة من التدابير والقرارات الجديدة خلال قبل يوم أمس المتعلقة بضرورة وقف العملية العسكرية في مدينة رفح وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات والسماح بدخول لجنة التحقيق أو المحققين الدوليين إلى قطاع غزة. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد أو توجه سهام نقدها إلى محكمة العدل الدولية، وقد نستمع خلال الأيام القادمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف تمويلها إلى محكمة العدل الدولية، وقد يصل الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى الأمم المتحدة بشكلها الكامل أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذا من جانب. من جانب آخر، هدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حال نظرهم قضايا متعلقة بدولة الاحتلال أو بقادة دولة الاحتلال وضباط وجنودهم وكذلك الضباط والجنود الأمريكان. هذا الأمر الذي وجدنا بأن هناك الآن محاولة لسن تشريع داخل الكونغرس الأمريكي يقود هذا العمل، مجموعة من مجلس الشيوخ من الجمهوريين وكذلك انضم إليه مجموعة أخرى من الديمقراطيين. يعني هل يمكن الآن أن يتم تصنيف مثلا الموقف الولايات المتحدة الأمريكية، موقف مثلا البيت الأبيض الذي يتحدث حول أهمية يعني وقف الحرب على قطاع غزة، وأيضا موقف الكونغرس؟ يعني مثلا عندما نرى يعني عضو مثلا كليندسي جراهام ويعني حقيقة يتحدث بتطرف غاية في الخطورة، يعني وينحاز بشكل صريح إلى الجانب الإسرائيلي، هل نرى حتى أن المواقف السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة وفيها خلافات أيضا حول ما يدور في قطاع غزة من جرائم حرب؟ يعني هذا الأمر الذي أصبح ضمن أجزاء الدعاية الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في السنة الانتخابية، ونحن نعلم الانتخابات على الأبواب، ولم يكن مستغربا من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ما يتعلق بهذا التصريح المتعلق بتهديد قضاة المحكمة الجنائية، المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية. والمحكمة الجنائية عندما تحدث يعني كريم خان، عندما قال كريم خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية أنه تعرض لتهديدات نتيجة لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. ذهب إلى أكثر من ذلك ليندسي جراهام في الأسبوع قبل الماضي عندما تحدث وقال بأن عندما وجدت الإدارة الأمريكية بأن هناك تهديدا إليها استخدمت القنابل النووية في كل من ناجازاكي وهيروشيما، وهو هناك دعوة صريحة عندما أرادت الإدارة الأمريكية إيقاف شحنة الأسلحة إلى دولة الاحتلال خرج بهذا التصريح، وهو تصريح متطابق مع وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي دعا إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، وهو يتحدث بأن إذا أرادت إسرائيل أن تنهي هذه القضية عليها أن تضرب قطاع غزة بقنبلة نووية. وليس غريب على هذا المتطرف في المجلس الشيوخ الأمريكان يتحدث بمثل هذه السياقات أو الوصول إلى عملية التهديد لقضاة المحكمة الجنائية الدولية وكذلك إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في محاولة لكسب أصوات اللوبي الصهيوني بداخل الانتخابات الأمريكية أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعلم بأن هناك 12 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين تقدموا بمشروع إلى الكونغرس الأمريكي حول فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعلى عائلاتهم، والآن المشروع هو موضوع أمام الكونغرس الأمريكي لإقراره، أي بمعنى أن هذه القضية أو أصبحت قضية قطاع غزة والقضية الفلسطينية عامل مهم في الانتخابات الأمريكية. ولذلك وجدنا عند استطلاعات الرأي التي وجدت من قبل أو في داخل المجتمع الأمريكي، وجدنا بعد مظاهرات الطلبة في كافة الجامعات الأمريكية وكذلك التظاهرات المثقفين والنقابات في نقابات العمال ونقابات شحن السفن، كل ذلك بدأ هناك تغيرات في استطلاعات الرأي، لأن إدارة بايدن بدأت تفقد زخمها فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. قبل شهر كان بايدن متقدم بنقطة على ترامب، اليوم هناك 5 ولايات من الولايات المتأرجحة في الأصوات والتي رجحت إدارة بايدن في الانتخابات السابقة هي أصبحت لصالح ترامب. هل هذا أيضا بالنسبة للزخم الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، المظاهرات في الجامعات، أيضا حتى استقالات حدثت في وزارة الخارجية الأمريكية حتى مع بايدن
بداية هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة، تململ حتى في أساتذة الجامعات في أكثر من مكان أو ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة أيضا، هل شعرت الولايات المتحدة الأمريكية أو تشعر بمدى العزلة بالنسبة لدول العالم، حتى أن الشركاء من الدول الأوروبية أصبحوا يعني بعيدون عن نهج الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تغيرت مواقفهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة؟ هذا الأمر الذي لمسناه جميعا وبدأت تلمسه إدارة بايدن بعدما فشلت في الضغط الحقيقي على نتنياهو، لذلك ابتعد أقرب الحلفاء عن الولايات المتحدة الأمريكية. وجدنا الدول الأوروبية ما تتحدث به منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بريل عن مؤتمر دولي للسلام، دعوة الرئيس الفرنسي لمجموعة العربية من الوزراء العرب من مصر والأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر للقاء والدعوة للتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام، زيارة ملك البحرين إلى روسيا ودعوتهم إلى حضور مؤتمر دولي للسلام. إذن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في حالة من العزلة، وهذه العزلة تجسدت أكثر من ذلك في تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الدولة الفلسطينية وعلى عضوية الدولة الفلسطينية، عندما صوتت 143 دولة لصالح الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، فقط بقيت الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل ومعهم 7 دول أخرى، منها 4 دول غير مذكورة على الخارطة الدولية. إذن حالة العزلة بدأت تشعر بها الإدارة الأمريكية، هذا من جانب. من جانب آخر، بدأت تدرك الإدارة الأمريكية بأنها غير صاحبة تأثير على نتنياهو وعلى حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وشعرت أكثر من ذلك بأن نتنياهو يناور على عامل الوقت بما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، وهو يريد أو ينتظر من سيأتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك وجدنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بدأت تمسك العصا من المنتصف في محاولة، أولا من جانب رفع مجموعة من الشعارات لذر الرماد بالعيون المتعلقة بحل الدولتين، المتعلقة بحقوق الشعبين، المتعلقة بضرورة تجنيب المدنيين عمليات القتل والتدمير من قبل الاحتلال، إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية. وعلى الجانب الآخر، هي تمول حكومة نتنياهو وتواصل إرسال الأسلحة، بل تشكل سدا منيعا في الهيئات الأممية من خلال توفير الغطاء القانوني والغطاء السياسي لدولة الاحتلال. طيب، هنا يعني الحراك الذي حدث مؤخرا من قبل 3 دول، طبعا ايرلندا، النرويج، واسبانيا، بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، يعني ما تأثير هذا الحراك على دول الاتحاد الأوروبي ككل؟ بمعنى يعني وضع دولة فلسطين في الصورة، وبالتالي يمكن أن يتم البناء عليها في المستقبل. يعني أعتقد حتى اللحظة هناك 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 28 أصبحت معترفة بالدولة الفلسطينية، وخلال الشهر القادم سيكون هناك اعترافات أخرى تقريبا من 3 دول، منهم دولتان من دول العشرين ومن دول 7، كوريا الجنوبية واليابان وسلوفينيا. هناك يعني احتمالات كبيرة خلال الشهر القادم أن يعترفوا بالدولة الفلسطينية. لكن ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، استمعنا إلى الحديث الفرنسي من قبل وزير خارجية فرنسا عندما قال بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليست مشكلة لدى فرنسا، وإنما قد يكون في أي وقت خلال الفترة الزمنية المقبلة. وكذلك عندما تحدث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وقال ندرس فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أضف إلى ذلك هناك 14 برلمان أوروبي أوصوا حكوماتهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. إذن هناك تغير في الموقف الحقيقي لدى دول الاتحاد الأوروبي، وهناك محاولة قفز عن السيطرة الأمريكية أو كذلك عن محاولات الخداع والتضليل الإسرائيلي على مدار سنوات طوال بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة، دولة ديمقراطية ودولة حقوق الإنسان. أصبح العالم وأصبح دول الغرب ودول الاتحاد الأوروبي تدرك قضية مهمة جدا،
بأن كل ما تم الحديث عنه بأن إسرائيل هي دولة ديمقراطية ودولة حقوق إنسان هي عبارة عن كذبة خادعة وكذبة كبيرة لا أساس لها من الصحة، ورأوا بهم عينهم بأن القيمة الإنسانية تدس تحت مجنزرات طبعاً وتقصف بصواريخ الطائرات وبقذائف المدفعية. هل دكتور جهاد أيضاً يعني الحراك الشعبي أو المزاج الشعبي الأوروبي في دول الاتحاد الأوروبي الذي تغير أيضاً في الفترة الأخيرة عن بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر كان له دور؟ يعني مثلاً عندما تحدث عن مظاهرات في جامعات كبرى في فرنسا كالسوربون وفي أكثر من دولة أوروبية، أيضاً حتى أن هناك أكثر من 200 موظف في الاتحاد الأوروبي بنفسه في بروكسل يعني وضعوا بياناً أو عدة نقاط في بيان عن عدم مبالاة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بما يحدث من مجازر الحرب في قطاع غزة، متحدثين عن أهمية الوقوف أمام الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يؤدي السكوت إلى تآكل في القانون الدولي. يعني هذا الوضع الحقيقي. نحن نعلم عندما خرجت مظاهرة 500,000 شخص في بريطانيا وهي بريطانيا الدعم الأساسي، وحاول ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني منع هذه المظاهرات بأمر قضائي إلا أنه فشل في ذلك، وكذلك في فرنسا وفي كافة دول أوروبا وجدنا حالة من الغضب الشعبي المستمر والمتواصل حتى هذا الوقت. هناك يوميا الآلاف يخرجون للتظاهر دعما لحرية فلسطين ودعما للشعب الفلسطيني ورفضا لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك عندما نتحدث عن مواقف الاتحاد الأوروبي هناك تغير حقيقي لدى دول الاتحاد الأوروبي، حتى البرلمان الأوروبي في الانتخابات القادمة سنجد تصويتا عاليا بما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفضه. ولذلك هناك خوف لدى دولة الاحتلال من فقدان الدعم الأوروبي، وخاصة نحن نعلم هناك شراكات اقتصادية، هناك شراكات سياسية، هناك شراكات علمية وتهديدات أيضا حتى بعدم إرسال أسلحة من دول كبرى كألمانيا مثلا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي. هذا يعني مهم جدا بالنسبة لإسرائيل، وهو أمر طبيعي بأن الدول الأوروبية بدأت تشعر بخطر بالغ على كل ما تدعيه من قوانين ومن حقوق إنسان ومن مواثيق دولية وما نصت عليه الدساتير، وهذا سيحرج الأنظمة أمام شعوبها. ولذلك بدأت تتخذ إجراءات، كندا اتخذت إجراءات متعلقة بمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل، كذلك هناك في بريطانيا في ألمانيا في العديد من الدول الأوروبية، حتى أن الدول الأوروبية ومنها ألمانيا أيدت ما صدر أو ما ذهب إليه كريم خان بما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ودفعت عن استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وكافة الدول الأوروبية دفعت عن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ورفضت أي تهديدات لقضاة المحكمة الجنائية الدولية. بل أن هناك العديد من الدول قالت في حال قدوم نتنياهو أو جالنت إلى هذه الدول سيتم اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. إذن هناك تغير حقيقي لدى المواقف الأوروبية، ومن هنا جاءت دعوة جوزيف برويل ودعوة دول أوروبا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي إلى السلام، أولا يفضي إلى إنهاء الاحتلال، يوقف العدوان، يؤدي إلى إدخال مساعدات، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. ومن هنا سنجد محاولات الاعتراف بالدولة الفلسطينية ستكون على قدم وساق خلال الفترة المقبلة، لأن هذه الدول أولا تعترف بحل الدولتين وتؤمن بحل الدولتين، وهناك اعتراف بدولة الاحتلال، إذن ما المانع من الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ولذلك جن جنون الاحتلال. لماذا جن جنون الاحتلال من اعتراف 3 دول من دول الاتحاد الأوروبي، حتى أن ذهب وزير خارجية الاحتلال كاتس وقال أو هدد هذه الدول، وهذا هنا المفارقة الغريبة بأن إسرائيل تهدد 3 دول أوروبية باتخاذ إجراءات عقابية بحق هذه الدول الأوروبية، والتي كانت بالأساس إسرائيل تعتمد على الدعم الأوروبي في كل ما يتعلق بما يتعلق بتسليحها، بما يتعلق بتمويلها، بما يتعلق باقتصادها، يتعلق بكل مناحي الحياة في دولة الاحتلال، وهنا المفارقة العجيبة. لذلك هذه الدول أعتقد بأن الآن أصبح لديها موقفا سياسيا واضحا اتجاه ممارسات الاحتلال، ومن هنا وجد نتنياهو نفسه في زنقة أو في حالة من العزلة الحقيقية. وهذا يقودنا
إلى ما صرح به قبل ذلك في بداية 7 أكتوبر عندما خرج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقال إذا حققت إسرائيل انتصارا تكتيكيا فهي ستخسر على المستوى الاستراتيجي. نعم. أي بمعنى أن اليوم إسرائيل تفقد دعم العالم إليها. طيب. كدولة في المنطقة وتنظر إليها العالم أولا إلى أنها دولة ارتكبت الإبادة الجماعية، وهذا ما سيثبت من خلال محكمة العدل الدولية في ظل اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي هي بالأساس موقع عليها 153 دولة، ولذلك يلزم أو تلزم الاتفاقية هذه الدول باتخاذ إجراءات كل ضدها. طيب. كل دولة. هل 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 برأيك يعني كل هذا يعني نتنياهو يمكن أن يرضخ للضغوط الخارجية من الدول التي الآن رأت أن الموقف في قطاع غزة ما هو إلا جرائم حرب وارتكاب مجازر جماعية، محاولة تهجير قسري لأهالي قطاع غزة أو للفلسطينيين، وهل يمكن أن يرضخ أيضا للتظاهرات في الشارع الفلسطيني في الشارع الإسرائيلي في داخله، أم أنه يستبعد هذا الخيار لكي يستنفذ الوقت للخداع حتى لا يحاكم، لأن الكل علم الآن سواء في الداخل أو في الخارج أن نتنياهو فشل فشلا ذريعا في تحقيق المنجز أو الهدف من حربه على قطاع غزة المستمرة إلى الآن؟ دعنا نتفق أخي حساني فيما يتعلق بقضية الأهداف التي أعلنها نتنياهو. نتنياهو منذ البداية لا يعنيه الأسرى ولا يعنيه ما يتعلق بالمقاومة. نتنياهو أراد أن ينفذ مخطط سومتر شوبن جفير الذي أتوا به عام 2017، ألا وهو إما إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسريا أو أن يكونوا عبارة عن عبيد لدولة الاحتلال أو لليهود في دولة الاحتلال دون أي حقوق مدنية أو سياسية أو اجتماعية. ولذلك نتنياهو وجد الفرصة أمامه. يعني إذا بالنسبة لبن جفير قبل أن ننسى دكتور، يعني هل يعتبر بن جفير ووزير المالية بالسئيل سومتريش قد اختطف نتنياهو؟ وبالتالي نتنياهو يتخوف منهما، يتخوف حتى من إيقاف هذه الحرب حتى لا يتآكل ائتلافه الحاكم؟ أعتقد بأن نتنياهو سيكون هو المختطف رقم 133 لدى أو هو مختطف لدى بن جفير وسومتريش كما تفضلت، بالإضافة إلى الأسرى المتواجدين لدى المقاومة. لذلك لا يستطيع نتنياهو أن يتجاوز كل من بن جفير وسومتريش، لأنه يعلم بأن تجاوز بن جفير وسومتريش إذا سينفرط عقد هذا الائتلاف الحكومي، ومن ثم سيتحمل لجان التحقيق التي تتعلق بأحداث 7 أكتوبر وهو الذي سيتحمل المسؤولية، وخاصة بعدما كشفت قبل يومين الوثائق التي أكدت بأن نتنياهو كان لديه أمامه إنذارات بأن هناك عملية ستحدث وعملية كبرى فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، وتم تحذيره من قبل الاستخبارات الإسرائيلية ولم يعطي وبالا لهذه التحذيرات، ولذلك وجدنا هناك التسريبات التي خرجت قبل يومين. ولكن نتنياهو أمامه خيار لا يمكن له الحياد عنه، ألا وهو الحفاظ على الائتلاف الحاكم، لأن الائتلاف الحاكم سيضمن لنتنياهو البقاء حتى عام 2026، ولذلك هو يبحث عن تحقيق النصر فيما يتعلق بهذه الحرب حتى يستعيد شعبيته. آخر استطلاعات لرأي تعطي حزب الليكود 20 مقعد، بالإضافة إلى الائتلاف الحاكم تعطيهم لن يتجاوزوا 50 مقعد، ولكن مع استمرار العملية العسكرية قد يحقق نتنياهو أي نصر يبحث عنه، ولو كان نصرا وهميا يستعيد ثقة الشارع الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر هو يراهن على عودة ترامب، وترامب هو الصديق الوفي لدولة الاحتلال أو لنتنياهو شخصيا، ونحن نعلم حجم الخلاف ما بين بايدن وما بين نتنياهو الذي كان يمتد مسبقا منذ عام 2016 في عهد أوباما حتى يومنا هذا. لذلك نتنياهو لن يفرط بعقد الحكومة. هذا من جانب. من جانب آخر كما تفضلت واتفق معك 100% أن نتنياهو يناور على عامل الوقت بما يتعلق بكل تلك القضايا. هو اليوم عندما يخرج أو يسرب فيديو لجندي إسرائيلي يقول بأنه مع نتنياهو هو 100,000 جندي من الاحتياط، هي رسالة دعم لنتنياهو على حساب من؟ على حساب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي عبر في مجلس الحرب الإسرائيلي هو وجانتس وإيزنكوت عن ضرورة
إنهاء العملية العسكرية وضرورة استعادة الأسرى المتواجدين لدى المقاومة وضرورة إشراك قيادة أو سلطة فلسطينية أو فلسطينيين في إدارة قطاع غزة، ونتنياهو لا يرغب بذلك. هل هذا يؤكد كلام إيهود أولمرت عندما قال مقولة خطرة أنه لا يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين الذين يريدون فقط أن يروا أو نرى ككل الدم في قطاع غزة وليس في مصلحة إسرائيل؟ يعني هذه الحقيقة التي نلمسها جميعا. أخي حسان، عندما نتحدث هناك جاوزنا أو قربنا على 36 ألف شهيد، جل هؤلاء الشهداء هم من الأطفال والنساء، تدمير كامل لكل مقاومات الحياة في قطاع غزة، تدمير المستشفيات، المدارس، شبكات المياه، الكهرباء، انتشار الأوبئة والأمراض، انتشار المجاعة، عملية الحصار، كل ذلك هو يدلل على أن نتنياهو وعصابته سواء سموتريش أو بن جفير الذين قبل ذلك، قبل 7 أكتوبر، وجدنا بن جفير وسموتريش دعوا إلى إبادة قرية حوارة وحرقها بمن فيها وقرية ترمصعية، أي أن كانت المعركة في المدينة القدس في الضفة الغربية في كل كافة القرى والمخيمات، ولكن وجدوا قطاع غزة، وجدوا ضالتهم. ولذلك سموتريش يدعو إلى عدل الاستيطان هو وبن جفير، وعقد مؤتمر في الكنيسة الإسرائيلي بحضور 17 وزير وأعضاء كنيسة للعودة أو للدعوة لعودة الاستيطان إلى قطاع غزة. عندما يخرج وزير الحرب ويقول عن قانون فك الارتباط وعودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية وعودة 4 مستوطنات أخليت في عام 2005 وعودة المستوطنين إليها، إذن المزيد من التغول في الدم الفلسطيني. نتنياهو أولا يلبي رغبات بن جفير في التغول في الدم الفلسطيني والمزيد من القتل لأبناء الشعب الفلسطيني، ويلبي رغبات سموتريش بالمزيد من الاستيطان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. ولذلك نجد بأن بالتعبير الأوصف الحقيقي بأن الحكومة الإسرائيلية بأسرها مختطفة لمجموعة منهم وزير التيك توك الذي بن جفير الذي فقط يؤمن بالدعاية وبالتيك توك، وهو أصلا كان مطلوب على 17 قضية جنائية وكان مطلوب عليها، وكذلك سموتريش. إذن نحن أمام مجموعة من الوزراء المتطرفين الذين هم كانوا مطلوبين على قضايا جنائية، ومن يقودهم؟ يقودهم نتنياهو المتهم بقضايا الفساد وبقضايا الرشوة، وهو تلميذ يابونسكي الذي هو فقط يؤمن باليمين الإسرائيلي. ولذلك عندما يخرج نتنياهو ويتوجح ويقول بأنه كان أو عمل ضد إقامة دولة فلسطينية، وهو من حرض يجال عمير على قتل إسحاق رابين واغتيال إسحاق رابين الذي كان يريد تحقيق السلام، هذا الأمر الذي يجب أن ندركه بأن اليمين الإسرائيلي هو أصبح يسيطر على كل مقاليد الحياة ومقاليد الحكم في دولة الاحتلال، ويجر المجتمع الإسرائيلي بأكمله والشعب الإسرائيلي إلى حالة من التطرف والمواجهة ودفع الثمن بما يتعلق بما يجري على الأرض الفلسطينية من مواجهة محتدمة ومواجهة حقيقية على الأرض. نعم، يعني دكتور جهاد، يعني بالإضافة إلى كل هذا هناك عامل مهم حدث في الفترة الأخيرة قد يعني يؤثر ويؤدي إلى مزيد من الخلافات حتى ما بين الإدارة السياسية بقيادة نتنياهو وحكومة الحرب وما بين الإدارة العسكرية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نتحدث عن تقارير تقول طبعا أن هناك عدد كبير من القتلى في صفوف جنود الاحتلال، بل ان هناك عدد كبير من المصابين والجرحى، هناك عدد كبير ايضا من المصابين نفسيا يعالجوا نفسيا نتيجة للصدمات التي حدثت لهم اثناء اشتراكهم في هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق بجنود الاحتياط الذين لم يتدربوا بشكل كافي. فكيف توصف الخلافات ما بين الجانب العسكري او الجيش الاحتلال ما بين الإدارة السياسية بقيادة نتنياهو وحكومة الحرب، وخاصة أن جيش الاحتلال أو القيادة العسكرية تقول أنها هي التي تتحمل كثيرا من الصعاب، بينما نتنياهو فقط يتحدث بكلام ولا ينفذ؟
يعني أعتقد بأن هناك خلافا منذ بداية هذه العملية العسكرية، لأن لا يوجد لدى نتنياهو خطة حقيقية معتمدة بما يتعلق بالحرب ومراحلها ومتى انتهاء الحرب. نتنياهو لم يضع تاريخا بما يتعلق ببداية العملية وبنهاية العملية، هذا من جانب. من جانب آخر، نتنياهو ليس لديه رؤية لما بعد انتهاء الحرب، بل هو يتخبط في هذا السياق. ولذلك كل يوم نتنياهو يعلن عن خطة ويعلن عن مقترح جديد. في شهر مارس أعلن عن خطته المتكونة من 8 نقاط: امتداد حكم عسكري لمدة 2 عامين، مواجهة التطرف بما يتعلق، السيطرة بإدارة مدنية وحكم عسكري، إلغاء دور الوكالة، العمل على معالجة المناهج الفلسطينية. كانت هناك خطة من 8 نقاط عرضها على مجلس الكابينيت الإسرائيلي فيما يتعلق، وبعد ذلك يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك إدارة من العشائر، وبعد ذلك احتلال لمدة 10 سنوات. إذن هناك حالة من التخبط لدى نتنياهو فيما يتعلق باليوم التالي للحرب. هذا الأمر أثار حفيظة القيادة أو المؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية تحدثت بكل صراحة بأن جنودها يحققون تقدما على الأرض ولكن دون مراكمة سياسية. ولذلك وجدنا بأن نتنياهو أوهم العالم بأسره بأن نهاية الحرب وبأن العملية العسكرية ستنجز في مدينة رفح. اليوم هو يقاتل في مدينة رفح، ولكن يركز كل عملياته العسكرية أين؟ في شمال مدينة غزة وفي مدينة غزة وفي المنطقة الوسطى. أي بمعنى وجه أنظار العالم، حتى أن محكمة العدل الدولية عندما أصدرت قبل يوم أمس قرار بما يتعلق بالتدابير الاحترازية قالت منع العملية العسكرية في رفح، في ظل أن العملية العسكرية تجري على قدم وساق. أين؟ في مخيم جباليا وفي بيت لاهي وفي بيت حنون وفي حي الدرج وفي الزيتون وفي الشجاعية وفي النصيرات وفي البريج. أي بمعنى أن في كل المناطق هو يعمل، وهذا ما أقلق المؤسسة العسكرية، بأن نتنياهو قال بأن بعد 2 أو 3 أشهر من الحرب بأنه انتهى، أو قال ما بين مزدوجين: طهر المنطقة الشمالية ومنطقة قطاع غزة وانتقل إلى خان يونس، وقال أنها العملية العسكرية بخان يونس، ولم يتبقى لديه سوى رفح. اليوم يعود إلى جباليا ويعود إلى شمال غزة ويعود إلى الوسطى ويعود إلى خان يونس ويعود إلى رفح. ما يسمى يعني في علم السياسة أو العلم العسكري بعملية تدوير، يعني يخرج من منطقة وبعد فترة يعود إليها مرة أخرى، وهكذا عملية تدوير. وهذا الأمر الذي أصبح يقلق المؤسسة العسكرية، بأن لا خطة لدى نتنياهو بما يتعلق لليوم التالي. بمعنى في العلوم العسكرية وفيما يتعلق بهذه القضايا، عندما يتم الانتهاء من منطقة يتم تسليمها لإدارة مدنية للبدء بعملية إعادة الإعمار أو العمل أو عملية الإعاشة أو غيرها أو الإغاثة أو غيرها من القضايا. ولكن ما الذي يتم عمله الآن؟ هو يدخل من منطقة وينتقل من منطقة إلى منطقة ويعود إلى المنطقة التي قبل، بدون تحقيق أي منجزات أو أهداف، وإنما الفشل يلازمه طبعا. هناك طبعًا حالة من التخبط، وهو ما نتحدث عنه دكتور، المؤسسة العسكرية ما نتحدث عنه دكتور جهاد، أن يعني أنه عدم معرفة بخطة ما يسمى باليوم التالي للحرب التي دائما ما نتحدث عنها في التفاصيل. كنت معنا في هذه التفاصيل المهمة، أشكرك عليها دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية القيادية بحركة فتح، كنت معنا مباشرة. أشكرك دكتور جهاد.